سلام، معكم مروان بشار. فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون سبيسيال، غادي نشرحو تطبيق نابس من ا حتى زد، يعني مولف فين كنديرو، كيفاش نشارجيو الكونط، كيفاش نديرو بزاف الحوايج. هذا الفيديو هذا غادي يكون شرح عام على التطبيق، لان غادي يكون اخر فيديو حاليا عليه حتى يكون شي تحديث جديد او شي اضافه، لان التطبيق محدود ما فيش اضافات. كنتمنوا يزيدوا بزاف الحوايج بحال الاداء الفواتير، بزاف ديال الحوايج كينقصوا في التطبيق هذا، نتمنى يوظفوهم لنا او يزيدوهم لنا قادم الايام ان شاء الله، باش نقدروا على اننا نوليو نديروا شروحات عليه، لان التطبيق جد محدود. درنا فيديوهات بما فيه الكفايه عليه، شرحنا اللي خصو يتشرح. دابا جا شرح عام باش نسدو هاد البلاي ليست هادي بين ما يجينا شي تحديث. اول حاجه تطبيق نابس راكم عارفينه اولا، يعني هذا الحساب ديال نابس راه اللي ما عندوش حساب فيه ما غاديش يعرف علاش كنشرحوا هذا الشيء، لان هذا الحساب هذا فيه بزاف المميزات بالبطاقه البنكيه اللي كيوفر لنا هو. اما هو كحساب عادي فراه جد محدود الاخوان. باش ما نزيدش نطول عليكم، ندخلوا للتطبيق. فوالا الاخوان، التطبيق ديال نابس هو هذا. البطاقه البنكيه اللي كيعطيونا هي هذه، واخا تكون عندك لاكارت كازا وزرقاء كتطلع لك هذه البطاقه اللي ذهبيه، كتطلع في هذا الديزاين هنا، لان ماشي ضروري يطلع لك نفس البطاقه، المهم هو ان البطاقه اللي عطاوك هي اللي بغيتي. الواجهه ديال التطبيق جد عاديه. بالنسبه للاشعارات كما كتشوفوا هنايا، هنايا القائمه الجانبيه كنلقاو مون اكتيفيتي اللي بحال نقولوا داكشي اللي درتيه. هنا مي رولوفي كتختار التاريخ اللي بغيتي ديال اي شهر، كتجبد الرولوفي ديالك. هنا مون هيستوريك داكشي اللي ديجا داز في حسابك، شارجيت الحساب، خلصت بالبطاقه يعني فاتوره. ترانسفيري فيغ موبيل، هنايا الا كان شي واحد ديجا عنده تطبيق نابس يمكن لك على انك تصيفط ليه ويصيفط لك بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا هنايا. تكتبوا النيميرو التليفون ديال الشخص اللي غتصيفطوا ليه اولا هو الا كان يصيفط لكم، نفس الطريقه كتعتمد، كدير النيميرو التليفون هنايا، فاليدي، كتختار المونطون اللي بغيتي اكسيتيرا، وكدوز لكم البيمون. نابس خدمات هنايا ما يفيدكم هادشي بوالو، لان بحال كولابوراسيون مع اوريفلام. والبارامتر كما كتشوفوا فيها مون بروفيل، اكتيفي ديزاكتيفي ما كارت، شونجي مود باس، كود بين اوبلي، ما غاديش هادشي تحتاجوهم غير الكود بين ومون بروفيل اللي غنوليو له. لاسيستونس و باك نابس ما تفيدنا بوالو. نرجعو للصفحه الرئيسيه الاخوان، هنايا اختصارات صغار هنايا اللي ديجا شرحناهم. هنايا تاجوتي بينيفيسير، يعني الشخص اللي تقدر تصيفط له ديما او اللي تتعامل معاه ديما بغيتي تضيفو هنايا ممكن، كدير اجوتي بينيفيسير، نيميرو التليفون، لو نوم والبرينوم، وكيبقى عندكم هنايا مستفيد، يعني لا بغيتو تصيفطو فلوس او لا شي حاجه كيكون ديجا عندكم واجد بلا ما تدخلوه. هذه راه ديجا شرحناها. ترانسفير موبيل، يعني لا بغيتو ترانسفيريو بين حساب وحساب نيميرو التليفون، كديروا نيميرو التليفون، كديروا فاليدي. هنايا غوشارج مون كونط، هادي الا بغيتي تشارجي الحساب ديالك كدير هنا المونطون اللي بغيتي، مثلا 200 درهم، ودير فاليدي. ادوزنا صفحه الاداء كما كتشوفوا، الا كنتو ديجا خبيتو لاكارت ديالكم هنايا كديروا لها سيليكسيوني ان كارت، راه ديجا غادي تبان لكم هنايا، كديروا جاكسبت لي كونديسيون جينيرال وكدوزوا الخطوات عادي. اخر خانه هنا كما كتشوفوا هنا بقات لينا ديال تحديث الوكالات، حنا ما عندناش غرض بها، لان الوكالات كيكونوا جد محدودين في المدن، راكم غتكونوا عارفينهم من خلال تكتبوا سميه نابس في جوجل مابس وغادي تعطيكم جميع الوكالات. الحاجه اللي قلت لكم غادي نرجعوا ليها واللي هي مون بروفيل، فوالا الاخوان. مون بروفيل حاجه مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم حساب في نابس او للناس اللي باغيين يستقبلوا فلوس. شحال مرات كيقول لك نقدر مثلا نستقبل فلوس هذا من شي حساب بنكي؟ وي ممكن الاخوان. علاش؟ راه حتى ما كيستقبلش فقط بالتليفون، لان التليفون مديور رقم التليفون بالنسبه بين نابس ونابس، اما بين محفظه الكترونيه ومحفظه الكترونيه كتستعمل الريب اللي هو هذا مون غيب كما كتشوفوا اللي كيبدا ب 842. هذا الريب هذا تقدر تعطيه لاي واحد عنده بنكه ويصيفط لك فلوس وتوصلك في هذا الحساب هذا ديالك في ظرف 24 ساعه حتى 48 ساعه على حسب حيدو الويكاند. يعني كيكون هنا معلومات، هنا مون كونط، انا عندي كونفور بلس اللي هو ديال 20000 درهم، وهنا النيميرو ديال لاكارت اللي كتكون ديجا خديتي، وهنا كيكون داك الايدونتيفيون ديالك اللي كيطلبوه منك السيرفيس كليونتيل باش كتصوني عليهم، والنيميرو التليفون ديالك، وخلاص الايميل راك ممكن تشونجيه. هذا هو الحق الوحيد اللي عندك تبدل هنايا في هذه الخانه هذه. ولكن اهم حاجه واللي هي الريبا الاخوان، من هنا كتجيبوه وتقدر ديروا التصويره ديالكم هنايا، الا بغيتوا ديروا شي تصويره راه ساهله، كتكليكيو على هذا الايكون هذه وكتختاروا. هذا هو التطبيق ديال نابس الاخوان، راني قلتها لكم جد جد محدود. كنتمنى يضيفوا خيار ديال الارسال لحسابات بنكيه اخرى، مثلا مثل محفظات الكترونيه اخرى بحال كاش بلس، وفا كاش، ابنك، يعني عامه. وكنتمنى يزيدوا لنا شحن، يعني تعبئه ديال الهاتف، تخلص فواتير،
بحال يعني يديروا لنا بحال المحفظه الالكترونيه ديال كاش بليس، يعني متوفر فيها كل شيء، عباره عن تطبيق متكامل ديال كاش بليس. انا ديما كنجدد يعني تطبيق في كاش بليس، كنقول لكم ديما مزيان. علاش؟ راه شي حويجات راه ما كاينينش في الابناك وكاينين في كاش بليس الاخوان، علاش كيبقى احسن تطبيق تقدر تخدم به يعني في الاداء ولا اي حاجه. متابعينا الكرام، كنشكركم على المشاهده ديالكم وعلى الدعم ديالكم الدائم في التعليقات او في لي لايك او لا في الاشتراك. هذاك اهم حافز بالنسبه ليا، هذاك هو الشكر الوحيد اللي كتعبروا ليا به، باش كديروا لايك او لا كديروا اشتراك، راكم كتعبروا على الشكر كافي بدون ما ديروا ميزه الانتساب، فراه هذاك شكر كافي بالنسبه ليا الاخوان. حتى لهنا غادي نكون وصلنا هذا الفيديو ديالنا، او لو وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. نتمنى نكون قدمت لكم شرح في المستوى وبطريقه واضحه وسلسه، يعني تكون مفهومه. كان معكم روان بشار، تلقاو فيديو جديد.